العملية السياسية الحالية لم تزل تدور عجلتها المكسرة وتمضي في إطار مزيف من الديمقراطية بالتزوير والانتهاكات، وهو إطار ثبت فشله من خلال نظام حكم فاشل ودولة فاشلة دمرت المجتمع تدميرا حقيقيا. ذلك أن العوامل التي تم فرضها منذ عام 2005 بإصدار دستور كسيح كانت خاطئة جملة وتفصيلا، وعلى الرغم من كل الفشل الذريع الذي لازم العملية السياسية بإيجاد نظام حكم طائفي ومحاصصي بغيض، فإن الحالة تنتقل سنة بعد أخرى من سيء إلى أسوأ في مخاض لا يمكن إنقاذ العراق أبدا من خلاله. الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق ستمر عبر نفق مظلم آخر، إذ تقف على مدخله إيران بكل ثقلها التاريخي والأيديولوجي، وتقف عند مخرجه أمريكا التي لم تزل تبارك ما يحصل دون أي شعور بالذنب ودون أي إجراءات عملية كفيلة بإنقاذ البلاد من ورطتها. الصورة القاتمة والتي تزداد حلكة وظلامية وفوضوية اصطبغ بها مجتمع يبدو للعيان أنه متصالح مع نفسه، لكنه ممزق في نزاعاته وتائه في أهوائه وغارق في فساده إزاء تحالفات الطبقة السياسية الحاكمة التي تريد البقاء في السلطة وبأي ثمن.